معنا هاتفيا من اسطنبول السيد ماهر شاويش، عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج. مرحبا بك. إذا قتيل و220 جريحا هم حصيلة فعاليات جمعة الوفاء لشهداء القدس ضمن فعاليات مسيرة العودة. إلى أي مدى ترى أن كلفة هذه الفعاليات قد أصبحت كبيرة؟ بداية هو شهيد وليس قتيل، فقط للتوضيح. سمي ما شئت. نعم تفضل. فيما يتعلق بهذه الكلفة، هذه الكلفة دفعها ليس فقط الشعب الفلسطيني، دفعتها كل الشعوب، ودفعت مثلها كل الشعوب الحرة التي تريد التخلص من دير الاحتلال يعني وتصل إلى حريتها وتقرر مصيرها. وبالتالي الحديث عن الكلف التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني، هذا حديث مرتبط بحقيقة بعدالة هذه القضية وبرغبة هذا الشعب الفلسطيني في التحرر من هذا الاحتلال. لا شك الشعب الفلسطيني قدم على مذبح الحرية الآلاف من الشهداء، والآلاف أيضا من الجرحى ومثلهم من الأسرى، وكل ذلك حقيقة يعني هو يبقى رخيصا في سبيل التحرر من هذا الاحتلال الغاشم الذي يربط على 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 أرضنا ويسرق خيرات هذه الأرض، وهذا العدو الذي حقيقة لا يرعى إلا ولا يتم لا بكبير ولا بصغير. وشاهدنا على مدار مسيرات العودة يعني أنه يستهدف بشكل واضح وصريح وفي مقتل حتى الأطفال الصغار وحتى النساء وحتى الذين يعملون بشكل تطوعي وبشكل مهني بحت، ويستقصدهم ويستهدفهم كما جرى مع الشهيد الصحفي ياسر مرتجى ومع الشهيد المسعف رزان نجار وغيرهم الكثير. فعالية اليوم سبقها تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحدث عن حالة الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه غزة. إلى أي مدى ترى أن هذا الانكماش تشارك فيه إدارة القطاع؟ بدون شك هذا الانكماش هو ليس بجديد على قطاع غزة. نحن نتحدث عن قطاع محاصر لمدة 12 عام، قطاع يعني خاض 3 حروب وصمد في هذه الحروب ضد العدوان الغاشم من هذا الاحتلال. هذا قطاع ضربت بنيته التحتيه في هذه الحروب الثلاثه، قطاع حقيقه يفتقر الى كل الموارد في ظل هذه الحروب كما السفلى التي خاضها. وبالتالي من الطبيعه ان تكون احد نتائج هذا الحصار هو الانكماش الاقتصادي، وليس فقط الانكماش، هناك ايضا انعكاسات على مستوى الحال الاجتماعي والحال الاقتصادي بشكل عام. هناك نسبه عاليه من الفقر، هناك نسبة عالية من البطالة، هناك 95% من المياه غير صالحة للشرب في قطاع غزة. لو 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 سردنا الأرقام سنتكلم عن أرقام حقيقة توصف كارثة عمليا فيما يتعلق بقطاع غزة. قادة حركة حماس قالوا إنهم ملتزمون بالحوار الفلسطيني وإتمام المصالحة. هل تعتقد أن المصالحة يمكن أن تحل أزمة قطاع غزة الاقتصادية والإنسانية؟ بدون شك ستكون المصالحة مفتاح لحل هذه الأزمة، والمصالحة ليست فقط مفتاح لحل أزمة غزة، وإنما هي حقيقة مفتاح لجسر الهوة بين يعني كل أطياف الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني. وبشكل واضح وصريح نحن نقول الوحدة الوطنية هي ضرورة ملحة تؤدي إلى مواجهة كل التحديات اللي يواجهها أبناء شعبنا الفلسطيني، ليس في قطاع غزة فحسب، هناك ثمة تحديات أخرى في الضفة الغربية على رأسها تهويد القدس، على رأس الاستيطان، جدار الفصل العنصري، الأسرى، وأيضا هناك تحديات فيما يتعلق بإرادة 48 وفي مقدمتها قانون يهودية الدولة العنصري الذي سمى قبل أيام، وأيضا هناك ثمة تحديات في الخارج فيما يتعلق بالفلسطيني الشتات متعلقة بالمعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني. هل مفاوضات الحركة في القاهرة أمس تصب في حل الأزمة؟ أنا أعتقد طبعا المفاوضات الآن طبعا انتقلت من القاهرة، وهناك الان اجتماعات تجري للمكتب السياسي لحركه حماس في قطاع غزه، وثمت ايضا حوارات اخرى متعلقه يعني بمشروع اممي وبورقه مصريه، والان ما يتم هو نقاش حول كل هذه الطروحات التي تقدم، سواء من بلادينوف كمبعوث للشرق الاوسط للامم المتحده في الشرق الاوسط، او حتى الورقه المصريه التي تسعى فيها المخابرات المصريه. هناك العديد من الطروحات الان التي تجري والتي يتم تداولها، وهناك ثمت ايضا يعني ورقه قدمت من حركه فتح، ورقه قدمت من حركه حماس، وتحاول الان المخابرات المصريه او الجهد المصري ينصب على تجسير الهوه ما بين هاتين الورقتين حتى الوصول الى ورقه ترضي الطرفين وتؤدي الى يعني تفعيل ملف المصالحة. أشكرك سيد ماهر شاويش من اسطنبول، عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج.